من يوم ما بلشوا في الشارع. صحيح يعني مبيعاتنا في المحلات بديش أقول لك يعني 100% وقفت، بس بتقدر تحكي بالقلم والورقة 90%. هذا الحكي لا بيغطي مصاريفنا ولا بيغطي شكاتنا ولا التزاماتنا ولا بيغطي إيجار المخازن اللي احنا مستأجرينها. يعني بمعنى آخر، إذا الشارع هذا بتأخروا علينا أكثر من نهاية الشهر الحالي شهر 7، إذا بتأخروا علينا ما بيفتحوا، إحنا كل المحلات اللي هون بتتدمر. أصلاً اختيارهم هم للوقت ما كان موفق، وأنا بصراحة أنا بحمل المسؤولية للغرفة التجارية ولرئيس الغرفة التجارية إنهم هم أقروا عليهم إنهم يبلشوا شغل قبل العيد في بداية موسم الصيف. كان أفضل إنهم يأخروا الموضوع لبعد العيد، كان أفضل إنهم يشعرونا، يعطونا فرصة قبلها بشهر، تعالوا يا عمي بدنا نسكر الشارع، محلاتكم بدها تتسكر، إحنا بندبر حالنا، ممكن إحنا نعمل أي شيء اللي حتى نسعف حالنا. كديش حوالي أكثر من شهر مش عارفين نشتغل، بعدين عطلوا كل العيد حوالي أسبوع ما اشتغلوش. زي هذا بني تحتية مفروض إن يشتغلوا فيها 24 ساعة شفتات، على أسباب يمشوا العالم، يمشوا الناس، تجار خرب بيتها، في تاجر هون ما خربش بيته يعني بلا مؤاخذة، هاي القهوة سكرت. ليش؟ لأنه بطلت تبيع، بطل يجيها زبون نهائيا. هذا المخازن سكرت، هذاك سكر. ليش؟ لأنه الوضع مش مزبوط. أجي اشتغل بجوز بوقت حرج مش مشكلة، بس مفروض إنه المقاول هون يشتغل 24 ساعة على أسباب إنه لحق يمثل العالم، وإحنا بنطلب من المسؤولين إنهم يتحركوا. طبعا الكل تأثر بالشارع، لأنه زي ما أنتم شايفين طبعا محفر كل الشارع هون، الزبائن بيقدروش يفوتوا لا على محل طبعا على الجهة الشمال خاصة، وفيش مصف موقف للسيارات. ويعني بنتمنى من رئيس البلدية أو المحافظ أو الجهات المختصة إنهم يعجلوا شوي بس بحركة إنه يمشوا على أساس هذا المشروع، لأنه حاسين إنه طول شوي، وبما إنه هون في يعني أكثر من 20-30 محل وكلهم يعني بدفعوا أجرات عالية. أنا فيه بمشاركة من أكم محل في الموجودين هون، وعملنا من عند أول مقطع من عند مطعم خميس لحد الواد أو لحد التصريف الصحي اللي على المفرق قدام، فبعتوقع إنه مش مؤهل لإنه ينعمل فيه صرف صحي بالكم الهائل، فبدناش إنه بعد فترة يردوا كمان مرة يخلعوا أو يهدوا أو تفيض هاي المجاري، بأمل إنه ينظروا فيها. الشغل الثاني في برضو مقاطع للمي، يعني المقطع الرئيسي تبع المي على الشارع الطرف الآخر، هناك المقطع المي الرئيسي. يعني إحنا في المنطقة هاي اللي أنتوا واقفين فيها هاي ما فيها تصريف، ما فيها مي للشرب خلينا نقول، ومنتأمل إنه مش عارف يعني هم بدهم بعد ما يزفتوا ولا وين بدهم يجوا يمدوا هالتصريق لخطوط المي، ما بعرف. فبت الشغل يعني مش 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 متبع، مش مستمر. في أشياء أساسية هون عنا الأصل إنها تنعمل وتتساوى وينظروا لأصحابين المحلات اللي في المنطقة هاي اللي هم بدوا فيها بأنه ما في حدا بيقدر يصل محلاتهم مطلقا، وإنتوا لاحظتوا هذا الإشي لما نجيتوا بصعوبة توصلتوا هون. مقاول من بداية المشروع لليوم هو شهرين له بيشتغل في المشروع وشغال في أقصى جهد له، وإحنا منطالبه ومنتبع معاه إنه يزيد جهده في هذا الشارع، لأنه بدنا نخفف الأعباء عن التجار اللي ينجز في أقل وقت ممكن. يعني هو مدة المشروع من 6-8 شهور، بس إحنا بنأمل إنه يكون الوقت أقل من هيك، ينجز هذا المشروع في أقل وقت من هيك في الشارع. وإحنا على تواصل دائم مع المقاول في الشارع هذاك، والمحافظة برضو مش مقصرة، والمحافظ على تدليل العقبات وشكاوى التجار في هذاك الشارع إحنا يعني بناخده على محمل الجد ومنتابع مع المقاول، وهو متعاون أيضا. يعني حتى كان في غبار وما غبار في الشارع، طلبنا منه يرش مي باستمرار، يدحل الشارع باستمرار، وكان يعني هو إيجابي في هذا الموضوع، وتم يعني فورا الاستجابة لهاي المطالب وتدليلها. ويعني بدنا نتحمل بعض في النهاية، يعني هذا شارع حيوي
ولما ينجز وينتهي هذا الشارع راح يكون إشي رائع غاد، وراح يخدم كل المحافظة ويخدم التجار غاد. يعني الله يعينهم التجار في هذاك الشارع، بدنا نتحمل بعض. إحنا الآن أنهينا عمل الحفر في تقريبا ثلثين الشارع عرضيا، بنكون بأعمال شبكة تصريف مياه الأمطار وأنجزنا فيها تقريبا نصفها. شبكة تصريف مياه الأمطار سيتم إنجازها قريبا خلال أسبوع إلى 10 أيام، ومن ثم سنكمل أعمال طبقات الشارع في هذا المقطع من أجل فتح الطريق هاي للإخوة التجار والمواطنين لاستخدامها، وسنقوم بأعمال الحفريات في الطرف الثاني التي سيستهلك وقت أقل بكثير من هون، لأنه هون في عندنا إحنا خدمات اتصالات، خطوط الصرف الصحي، خطوط مياه أبار المياه، بالإضافة إلى خط تصريف مياه الأمطار واللي هو راح يستهلك وقت كثير. فإن شاء الله رب العالمين بمجرد انتهاء من خط تصريف المياه ووضع بداية فرد طبقات الشارع، الأعمال في المنطقة الثانية ستستهلك وقت أقل. وأنا من خلال منبركم بشكر إخوة التجار على تفهمهم ومساعدتهم إلنا في إنجاز هذه الأعمال، وشكرا كثير لكم.